جمهورية بوتسوانا تقع جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا الجنوبية، كانت تعرف باسم بوتشوانا لاند، واعتمدت بوتسوانا اسمها الجديد بعد أن نالت استقلالها ضمن دول الكومنولث في ستينيات القرن الماضي. يشكل الأفارقة غالبية السكان في بوتسوانا، وتحديداً قبائل البانتو التي تمثل 90% من المواطنين، بالإضافة إلى الأوروبيين، ولا تزيد نسبتهم عن 1% من مجموع السكان، ويعد شعبها من أكثر شعوب الودودة في العالم. عاصمة بوتسوانا غابرون، وقد يعجز معظم الناس عن معرفتها، لكنها أصبحت الآن مركزاً دولياً لتجارة الألماس، ما غير اقتصاد المدينة ومعالمها، وفيها يمكنك مشاهدة أفضل الإطلالات الخلابة التي تجمع ما بين المباني الحديثة والخلفيات الاستوائية الرائعة، وتضم العديد من أماكن الجذب السياحية المهمة. تتميز بوتسوانا بالعديد من المزارات السياحية التي تجعل منها دولة جذابة لآلاف السياح، فلا يقتصر ذلك على العادات والثقافة بها، والتي هي بحق تجربة رائعة، إلا أنها تتميز أيضاً بمناظر طبيعية متنوعة ومذهلة، تمثلها حدائق الحيوانات والمحميات البرية. إذ تتميز بوتسوانا بأعلى تواجد لأفيال أفريقيا، بالإضافة إلى أنواع نادرة من الحيوانات النادرة، لذلك تعد السياحة البرية في بوتسوانا أفضل فرصة لمشاهدة هذه الحيوانات الفريدة والمثيرة للاهتمام من خلال جولات الحياة البرية ورحلات السفاري التي يتم تنظيمها دورياً للعديد من الأفواج السياحية من مختلف بلاد العالم. يقارب من 40% من أراضي بوتسوانا هي محميات طبيعية ومنتزهات ومساحات خضراء متنوعة. أما من الناحية الاقتصادية، فتضرب بوتسوانا مثلاً رائعاً في قصص التنمية الاقتصادية، حيث كانت تعاني من الفقر المدقع، إلا أنها أصبحت إحدى أسرع الاقتصاديات نمواً في العالم، وقد أسهم في ذلك عدد من المشاريع في طليعتها الألماس والذهب والفضة والفحم الحجري، بالإضافة إلى خلق حزمة من الاستثمارات التي ساعدت في النهوض باقتصاد بوتسوانا.